إنا لله وإنا إليه راجعون وأفوض أمري وحالي إلى الله إن الله بصير بالعباد. صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى آل بيتك المظلومين المضطهدين المشردين يا باب الرحمة ونجاة الأمة وأبا الأئمة وسراج الظلمة روحي وأرواح العالمين ومن في الوجود لك الفداء. قل الفدا يا قتيل العدا ويا مسنوم العمامة والرداء يا سيد الشهداء يا غريب يا مظلوم كربلاء حتى قضى بنجيع السم ممتثلا لأمر بارئه في السر والعلن فأعول أنت بعده العليا وبرقعت الشمس المنيرة في ثوب من الدجن من مبلغ حيدر الكرار منتدبا يا منزل المن والسلوى بلا منني كيف اصطبارك والصبط الزكي غدا نهبا لذوي الأحقاد والإحني من مبلغ المصطفى والطور يعني مأجور يا رسول الله يعني مأجور يا فاطمة من مبلغ المصطفى والطور فاطمة فاطمة أن الحسين دما يبكي على الحسن كبد الحسين متقطعا سم المنية أصبحي عالج واصبح زينب شجية دخلت عليه عاينت ليلوج وحده عندها أخوه حسين
دمعة فوق خده امر خي يشيل طشت البي كبده ابو علي شيل الطشت لا تشوف الهاشميه شيل الطشت خوف الوديعة تشوف كبدي شيل الطشت خوف الوديعة تشوف كبدي خوفي تحنو من بجاها يزيد وجدي هذه وديعة والدي حدار وجدي ما اقدر اشوف دموعها بخدها جرية ابو محمد ما تقدر تشوف دمع الزينب على خدها عجل اش حال اللي شافه وزينب والصياط على ظهرها عجل اش حال زينب يدخلونها مجلس يزيد عجل اش حال زينب تنادي انا بقيت محيرة شيل الطشت خوف الوديعة تشوف كبدي هذه وديعة والدي حدار وجدي خوفي تحنو من بجاها يزيد وجدي ما اقدر اشوف دموعها بخدها جرية وصية هاليوم من عند ابو محمد يقول اوصيك يا ابن امي عقب عيني اكفلها وبكل وقت يا حسين عينك دايم الها تبقى تراه بالهضم من عقب اهلها توقف على جثثهم براض الغاضرية وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين الحديث أسلطه في حقبة زمنية مريرة وهي حقبة الصراع بين معاوية والإمام الحسن هذه الحقبة امتدت لسنين لكن نحتاج أن نستلهم الدروس من هذه الحقبة من خلال هذا العرض الذي أستعرضه بما يسمح به الوقت والحديث هناك عدة مراحل مر بها الصراع وكان الصراع كل يوم له مرحلته وطريقته فأول مرحلة أنا راح أتطرق إلى أربع مراحل أول مرحلة من مراحل الصراع هو الموقف العسكري والتعامل مع الصراع مع الإمام الحسن عن طريق القبضة الأمنية والضربة من حديد فأعد معاوية الجيوش ورتب صفوف القتال لمواجهة مولانا الإمام الحسن عليه السلام ولكن هذا الخيار لم يحظى بالتوفيق ولم يحظى على الإشكالات التي أراد معاوية أن يرفعها
فكان خيارا باطلا فيه أضرار لنفس معاوية، وبالتالي لابد أن ينهي هذا الخيار. لكنه وكما أنتم أعرف معاوية لا ينهي صراعا بدأه إلا بالمكر والحيلة والغدر. وإذا أجي بتسلسل في صراع أبو سفيان والنبي دائما يتعاملون بالمكر والخديعة، معاوية وعلي رفع المصاحف على الأسنة، عمر بن العاص مثلا كشف عورته كي يتجنب القتل من أمير المؤمنين، كلها طريقة الحيلة والمكر والدهاء. بل حتى واقعة كربلاء، وهذه إشارة لطيفة من قبل بعض المحققين، يقول لاحظوا جل من قتل في كربلاء كان عن طريق الغدر. العباس شلون قتل؟ من خلف النخيل، صحيح؟ الأكبر كيف قتل؟ برمح طويل طعن من الخلف. القاسم كيف قتل؟ وهو منحن يصلح نعله. الحسين كيف قتل؟ أيضا عن طريق حجر، يعني سيف بسيف، مبارزة رجل مع رجل لم يستطيع. الحسن أيضا في هذه الحرب أنهاها معاوية عن طريق شراء الذمم، لم يعترف بأن قراءته تشير إلى الهزيمة، إنما وصل الأمر أن يشتري الذمم، وكان أول من اشترت ذمته هو عبيد الله بن العباس. عبيد الله بن العباس قائد القوات المسلحة. أكو واحد يشكل يقول شلون يعني قائد جيش الإمام الحسن يشترونه؟ كلهم مو غريب، ليش؟ خلونا نجي إلى تسلسل التاريخ البشري، موجودة هاي الحالة. موسى أصحاب موسى بعد أن رأوا المعاجز وانفلق لهم البحر سماطين، معجزة ما تتصورها أنت، يعني إذا واحد يريد يسويها بتشبيه أو بفيلم سينمائي شلون بحر ينفلق سماطين وأنجاهم الله من موسى، عفوا وأنجاهم الله من فرعون. انقلبوا أو لم ينقلبوا؟ انقلبوا. هذا نموذج. النبي محمد، القرآن يصرح وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن انقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله شاكرين. 28 معركة، وبعد ذلك انقلب جمع من أصحاب النبي على النبي، موجود لم موجود؟ احنا نقر وهم يقرون، هم يقولون اكو ناس ارتدوا واحنا نقول اكو ناس انقلبوا. اذا حصل لما حصل، حصل امير المؤمنين هناك من انقلب عليه، بل ان قاتل علي بن ابي طالب عدو الرحمن عبد الرحمن بن ملجم كان مع علي في معركة صفين، وكان مع علي في النهروان، وكان مع علي في الجمل، انقلب. فليس بدء أن ينقلب أحد على الإمام الحسن، والانقلابات ما توقف، موجودة على مر التاريخ. هذا شيء طبيعي، لأننا نؤمن أن العصمة لجمع خاص من البشر. فاشترى معاوية الذمم بأموال المسلمين، اشترى بهم أنفس للانقلاب. إذن هاي المرحلة ما نجحت. المرحلة التالية مرحلة الصلح، ومرحلة الصلح آباء أخوة، يعني عنوان الصلح عنوان جميل، عنوان براق، سيما أنه يأخذ
شرعيته من القرآن الكريم، والصلح خير، يأخذ شرعيته إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. لذلك هو من العناوين البراقة التي تأخذ في جميع مجالات المجتمع والسياسة وغيرها. أكو واحد يجي إلى مؤسسة ويعلن أنه يريد يسوي إصلاح في المؤسسة، هذا كسب رقم قبل أن يبدأ المشروع. الزوج والزوجة أيضا، من يريد أن يأخذ الحق إلى طرفه يقول أنا أريد إصلاح، خلاص يكسب. معاوية أراد أن يأخذ الرأي العام عن طريق عنوان الصلح، ومعاوية لكي نكون منصفين خبير سياسة، لكن مشكلته أن سياسته ممزوجة بالغدر والحيلة والمكر، لكن يعرف يقرأ سياسة، قراءته دقيقة. معاوية يقول أنا لما أطرح الصلح عندي طريقين، يا أن الحسن يرفض يا أن الحسن ماذا يقبل. إذا رفض أنا كسبت الجولة، أن أنا طرحت عنوان الصلح والحسن رفض. إذا قبل بعد عندنا طريقين، يا أن القائد الشعبية والجماهير راح تتفق على موقف الإمام الحسن، وبالتالي هذا أيضا مكسب إلى معاوية، أو أنها راح تنشق وتختلف ويحدث بينهم خلاف شديد إلى درجة أن يوصم الإمام الحسن بكلمة مذل المؤمنين. فيقول هذا بعد زين، هذا بعد مكسب، أنا قدرت أمزق البيت الشيعي وقدرت أمزق التوجه العام مع الإمام الحسن. فإذا في جميع الاحتمالات قراءة معاوية إلى الصلح كان يتصور أنها لصالحه، ولكن يريد أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره المشركون. فيصل في نهاية المطاف أن معاوية رأى بأن الصلح عليه لا إليه، فيمزق الكتاب ويضعه تحت قدمه. إذن هاي المرحلة ما قدر يتقدم فيها كثير. المرحلة الثالثة أخوان آباء، هاي المرحلة الثالثة هي من أخطر المراحل واللي احنا اليوم نعاني منها. عام 1929 ميلادية بعد الحرب العالمية الأولى رأوا بأن المعسكرين، رأى معسكر الشرق ومعسكر الغرب، رأى بأن استمرار الحرب بهذه الصورة خسائرها جمة، واتخذوا حربا أخرى يقال لها الحرب الباردة. هذه الحرب الباردة موجودة من القديم لكن قوالبها تختلف، فاستغل تضليل الرأي العام وكسب التأييد من قبل أكبر شريحة هي الأسلوب الأمثل لمواجهة الآخر، والأسلوب الأمثل لاغتيال الآخر اغتيال معنوي. فعليه شنو النتيجة؟ يبدأ معاوية بحرب إعلامية بقناة معاوية الإعلامية لتضليل الرأي العام ولإضعاف الإمام الحسن، وبالتالي إذا ضعف الإمام الحسن استطاع معاوية بعد ذلك أن يتقدم خطوات على الإمام. ولأن معاوية جرب الحرب الإعلامية وتضليل الرأي العام، جربها وعلم أنه استطاع أن ينفذ إلى عقول أهل الشام فيقلب الحقائق والموازين. أعطيك نموذج قبل أن أتكلم عن نموذج الحرب الإعلامية على الإمام الحسن. أعطيك نموذج وهي أمير المؤمنين. أمير المؤمنين ليلة 19 من شهر رمضان ضرب في أثناء الصلاة. ليلة 21 انتقل إلى الرفيق الأعلى، منتصف الليل غسل، صلي علي، ما أذن الفجر إلا والحسن والحسين قد رجعوا من دفن أمير المؤمنين. ليلة 21 الخبر 25
24 شهر رمضان وصل إلى أهل الشام، وهذا يعتبر خبر مهم. العدو الأول عند معاوية والعدو الأول والرقم الأصعب عند أهل الشام وعلي بن أبي طالب قتل. انتشر الخبر كالنار في الهشيم، ولكن الخبر اعتبر عند شريحة كبيرة إشاعة. ليش كذب الخبر؟ لماذا؟ عجيب غريب. شوف لاحظ يعني مشكلة الإعلام اللي يضلل إلى أي درجة، اللي يقول ذاك يقول الإعلام كذب كذب حتى يصدقك العالم. كذب خبر قتل علي بن أبي طالب وأن علي لا زال حيا. ليش؟ قال أو كان علي يصلي؟ شلون ضرب في الصلاة؟ علي ما كان يصلي، علي لا يصلي، فشلون ضرب في الصلاة؟ فالخبر إشاعة، الخبر كذب، لأن علي ما يصلي. من ولد في بيت الله، من ولد في الكعبة وانشقت له الكعبة في جدارها، من كان يصلي بين الصفين، من كان يعرف عند جميع المسلمين أنه في اليوم والليلة يصلي 1000 ركعة، عند أهل الشام علي لا يصلي. هذه شوف لاحظ الحرب الإعلامية، احنا اليوم نعيش هاي الحرب. أعطيك الآن، أفصل لك الآن باختصار نموذج الحرب الإعلامية مع الإمام الحسن. دخل رجل من أهل الشام، وهي الرواية مهمة كي نستفيد كيف نواجه الآخر في الإعلام المضلل. الإعلام المضلل موجود، القضية مو قضية معرفتنا إلى أنه يوجد إعلام مضلل، القضية الآن كيف نتعامل. وللأسف التعامل عندنا إحنا متأخر كثير. روح افتح الفضائيات أو افتح أنت الإنترنت بمواقعه الاجتماعية، اليوتيوب والتويتر والفيسبوك وما شابه، وشوف أنت والإنستغرام، وشوف أنت طريقة المواجهة مع الحرب الإعلامية الخاطئة. سب ويلاقى بسب، شتم ويلاقى بشتم. دخل رجل من أهل الشام، التفتوا إلى هاي الحادثة. هذا الرجل معبأ إعلام مضلل، مشحون، مملوء، مملوء من قنوات تنظر بعين واحدة إلى مسجد رسول الله. الإمام الحسن كان يؤم المصلين والمسلمين، انتهى من الصلاة، الناس تجمعوا. الحسن يمتاز بشخصية جاذبة، يمتاز بشخصية يفرض هيمنته على الآخرين، خصوصا أنه كان أشبه للنبي من الحسين. الخليفة الأول يقول أبو بكر، هاي الزهراء تترنم بها، حسن حسن أنت شبيه بالنبي لست شبيها بعلي. حسن كان شبيه برسول الله. هذا لما وقف شاف الناس كلهم متجمعين حوله، أنوار هذا الرجل تسطع، انشرحت نفسه، فقال من هذا الرجل؟ قال عجب، لعلك غريب. قال للتوي قدمت من الشام، بس هذا منه هذا النور الوالد؟ قال هذا الحسن ابن علي. علي؟ علي ابن أبي طالب؟ قالوا بلى. وهذا الحسن بعينه؟ قالوا بلى. فانقلبت الأمور رأس على عقب، مباشرة انقلب. ليش؟ لأنه مملوء. فذهب مسرعا إلى الحسن وأصحابه حوله، وبدأ بالسب والشتام، بدأ يسب يشتم. ليش؟ الإعلام يعبئ، وهؤلاء بأي شرارة ينفجرون. وشوف عاد درجة الانفجار، مرة درجة الانفجار في قتل الأبرياء،
مرة درجة الانفجار في الكذب على الناس وسج الناس في السجن. أنواع عديدة هم يعبئون ومن يعبأ ينفذ ما يطلبون. فذهب سبا وشتاما على الحسن. الموجودين يا أخي إما شيعة فيرون أن هذا هو إمامهم ما يقبلون، إما أنهم مسلمين يرون أن هذا منصبه السياسي رئيس الدولة، إما أن يكونوا عامة الناس فيرون أن هذا وجيه بني هاشم منكرة، إما أنهم فقراء فهذا هو كريم أهل البيت ما أحد يقبل. الآن يجي واحد مو من قرية المريخ مو من مذهب ويدخل الماتم ويسب رجل ما حد من الماتم بيقبل يوقفوه أحط التعال. يا غريب كن أديب. الحسن مباشرة لما أراد أصحابه أن يوقفوا قال لحظة فليعبر، خف النهاية كل إناء بالذي فيه ينضح، خلي يعبر خلي يحكي خلي يتكلم. أكمل سبه وشتامه قال يا هذا أكملت؟ قال له بلى. هذا رقم واحد، أولا إعطاؤه فرصة التعبير، لأنك إذا منعت من التعبير حصل على درجة يقين فيما يعتقد. قال منعوني ليش؟ لأنهم يخافون عما سوف أقوله وأبين. لكن إذا أعطيته وهو سب وشتام جيد. اثنين، قال الإمام الحسن قال يا هذا إن كنت حقا ما تقول إلا تقول حق غفر الله لي، أسأل الله أن يتوب علي، وإن كنت ما تقول زيغ يعني كذب باطل غفر الله لك. أنت جبت كلام مو صحيح، أنا جوابي لك أسأل الله أن يغفر لك ما قلت، يعني أدعو الله لك بالمغفرة. هذا اثنين. ثلاثة، يا هذا لعلك غريب. شوف عربي إذا يحكي ما عنده مجاملة، إذا يحكي العربي عنده مجاملة، إذا يقول هذا تحت حمايتي لا تنخرق الحماية إلا أن يفصل الرأس عن الجسد ما دام قال هذا تحت حمايتي. قال لي يا هذا إن كنت خائفا آمناك، أنا بعطيك أمان في المسجد وبر المسجد، وإن كنت عطشانا أرويناك، وإن كنت جائعا أشبعناك، وإن كنت طريدا يمكن طاردينك ناس آويناك إحنا بنؤويك، وإن كنت ضالا نضيع الطريق أهديناك، وإن كنت ذو حاجة يقول قضينا حاجتك، وإن كنت فقيرا مو بس بنعطيك، الحسن ما يقول بعطيك كريم أهل البيت، وإن كنت فقيرا أغنينا بنعطيك إلى حد الغنى. هذا مثل اللي صابين عليه ماي بارد، أنا الآن أسب أشتم هذا يواجهني بالإحسان؟ إحنا اليوم محتاجين إلى هذه اللغة، لغة الإحسان في قوالب مختلفة لكي نعطي الآخرين. كونوا دعاة لنا صامتين بغير ألسنتكم لكي نعطي الآخرين. نحن أبناء علي وأبناء فاطمة، نحن أبناء الحسن والحسين، نحن على منهج محمد وآل محمد. هذا مهم جدا حتى في حياتنا الاجتماعية، حتى في الحياة الاجتماعية. إذا الزوج يأتي منفعل خليه يفرغ انفعاله بعد ذلك تحدث معه، إذا الزوجة تأتي منفعلة خلها تفرغ انفعالها، أما أن يواجه الانفعال بانفعال
لن يصل في أي مجال من مجالات الحياة إلى نتيجة. هذا أصابه ذهول. الوقت بعد أشرف على الانتهاء، ما نفصل أكثر. قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله وأشهد أنك حجة الله. هكذا هم الأنبياء وأوصياء الأنبياء، وهكذا من أراد أن يمضي على خطهم أن يكون. وأشهد أنك حجة الله، أنت مثلك حجة من حجج الله. يقول شنو العبارة المشهورة؟ التفتوا إلى النتيجة. النتيجة هنا: دخلت مدينة طيبة وكان أبغض الخلق إلي الحسن ابن علي، وخرجت وأحب الخلق إلي الحسن ابن علي. وخرجت وأحب الخلق إلي الحسن ابن علي. بإمكانك أنك تجعل الآخرين يحبوك أو لا ويؤيدوك، وقد يصل الأمر أن ينصرك. بإمكانك أن تجعل أن تفرض رأيك على الآخرين. بإمكانك أن تخترق الجميع، لأنك تمتلك مخزونا كبيرا، مخزونا من أئمة الهدى، ومخزونا من كنوز المعرفة من أهل بيت العصمة. مصعب، إنما تحتاج إلى تطبيق وحكمة. إذن معاوية لم ينجح في المرحلة الثالثة. هاي المرحلة الثالثة لم تؤدي إلى نجاح. المرحلة الأخيرة وفيها ختام الحديث، وهي مرحلة التصفية الجسدية، لأنه يرى أنه آخر الكي، آخر العلاج الكي. ما عنده بعد فلوس وعطى، تضليل وسوى، حرب ونهض بيها، صلح بمراوغة ما فان. لابد إذن أن يصل إلى التصفية. التصفية لها درجات، تبدأ بالإقامة الجبرية، بعد ذلك بالسجن، ترتقي إلى التهجير، وتصل في آخر المطاف إلى القتل. يسمونها التصفية الجسدية. لكن أكو مشكلتان، في مشكلتين. المشكلة الأولى أن الإمام الحسن نجا من كل محاولات الاغتيال، وهو أكثر إمام جرت عليه محاولات الاغتيال. الحسن بن علي مر فخده، مر الفخر في محاولة اغتيال معسكر النخيلة. في معسكر النخيلة كان المفترض أن الخنجر يكون في القلب وينزل إلى البطن، يبقر بطنه. الإمام الحسن يعني فارس ماهر، فروسيته بمهارة، فرفع فخده كي يتقي الضربة بسرعة، والخنجر وصل إلى أين؟ إلى العظم، إلى عظم الإمام، ففشلت المحاولة. محاولة ثانية في أثناء الصلاة، هي نموذجين أنا أذكرهم فقط، اللي هي المحاولات عديدة. ممكن أن نعقد مجلس كامل في محاولات الاغتيال إلى الإمام الحسن. المحاولة الثانية هي الصلاة. في أثناء الصلاة استؤجر من يرشق الحسن بالسهام، بس أيضا نجا الإمام الحسن من هاي المحاولة. محاولات عن طريق التصفية بالسيف والدم كثيرة، أما بالاغتيال عن طريق السم أيضا عديدة. الإمام الحسن شو يقول للحسين اليوم هذا اليوم السابع؟ يقول لي: أخي حسين، قد تجرعت السم مرار، ولكن ما تجرعت مثل هذا السم، لأنه نجيع. المشكلة الثانية: إذا يثبت أي إدانة على معاوية راح تخترب شغلة ترتيب أوراقه إلى يزيد، لكن إذا يبعد عنه أي اتهام بيكون هو الحاكم من خلال قوانين الصلح، شروط الصلح، وبيسوي تعديل دستوري معاوية بحيث أنه يوسع صلاحيته كرئيس، ويعطي الحكم بالوراثة،
ورتبت القضية. فلا بد إذن أن يكون الاغتيال من داخل البيت الشيعي، من داخل بيت الإمام الحسن. اشترك في هذه المحاولة خمسة، أكثر من خمسة، بس أنا أجيب أكثر أصابع الاتهام تشير إلى الخمسة. معاوية، زوجة معاوية، زوجة معاوية على خلاف ويا معاوية، شو اللي خلاها تدش في هاي العملية الخطيرة لترتيب كرسي الحكم للابن المذلل يزيد ابن معاوية؟ مو لأجل معاوية، لأجل ترتيب الأمور لابنها المذلل يزيد أمير المؤمنين يزيد بن معاوية بن أبي سفيان. هذا اثنين. ثلاثة سرجون، وهو اللي جاب السم من الروم، الذي يعطى الأسود المستأسدة والسباع المتوحشة. هذا السم يعني يعطى يوضع في عيون المياه، فإذا شربت منه الأسود ماتوا في مكانهم. وأنا أقول سرجون نصراني، أقول عيب، واقعا أنا أقولها خجلان، عيب على مسلم يقول معاوية كاتب الوحي أمير المؤمنين مستشاره الأول نصراني يعلن الحقد على رسول الله. والله عيب، عيب. لا تجي إلها من ناحية مذهبية، لا تجي إلها من ناحية عقائدية، لا تجي إلها من ناحية كلامية. عيب من يتولى الخلافة إلى المسلمين، أنا سني شيعي ما لي علاقة. عيب يكون ساعده الأيمن نصراني يحقد على رسول الله. عيب، تعال إلها من ناحية الذوق. عيب، خلي يخجل المسلمين، خلي يخجلون من هالواقع، خلي يلتفتون إلى الذوق وإلى أبسط الأمور، أن يكون المستشار والساعد الأيمن إلى معاوية نصراني حاقد على رسول الله. خلها بس من هالجانب، هذه عيب. الرابع مروان بن الحكم. والله شو الغاز، الغاز في الواقع، الغاز طريد رسول الله، طريد رسول الله، يمنع جنازة سبط رسول الله من دخول بيت رسول الله. ما أدري شنو هي، لغز هي، حزازية شنو ما أدري. طريد رسول الله يركب على منبر النبي، طريد رسول الله هو والي المدينة المنورة، والي مدينة النبي. شنو نصير ما أدري، أنا ما أدري شو هي، يعني هي الغاز. الرابع مروان، والذي نفذ ترتيب الأوراق إلى الاغتيال بالكامل. الخامس جعدة. أريد أبين نقطة، ترى جعدة ما كانت سيئة، جعدة كانت حسنة، إلا أنها انحرفت مثل ما عبيد الله بن عباس انقلب. جعدة انقلبت، أحد يجي يصور أن جعدة كانت تحت إيد الإمام الحسن منحرفة سيئة ولا زالت في عصمته؟ لا، انحرفت في آخر الأيام. هذه نقطة مهمة التفتوا إليها، لا يشكل أحد على الإمام الحسن. كي تنجح محاولة الاغتيال لابد أيضا من تصفية ثانية، الأشعث لابد أن يقتل، لابد أن يتم اغتياله. ليش؟ لأن الأشعث مشكلته كل يوم متقلب، مرة ويا معاوية، مرة ضد معاوية، مرة ويا علي، مرة ضد علي، مرة ما يبقى. لذلك إذا جعدة تطرح عليها مسألة الاغتيال والعرض المغري، وارد أنها تذهب إلى أبيها تستشيره، خصوصا أن الأشعث نازل إلى المدينة، فواضح أنه إذا تستشير أبوها في هذه المسألة الخطيرة، الأشعث يمكن يستغل هذه ويقلبها على معاوية. فقتل قبل الإمام الحسن بأيام في ظروف غامضة، الاغتيال كان في ظروف غامضة. أنا بعد أطلت كثير، وأريد أختم باختصار، أنتم سامعين اليوم المصيبة، ما أريد أبعد أتعبكم أكثر وأنتم قريب الوقت والصلاة.
الحسن قبل أيام قدم إليه السم. هذا في اشتباه موجود عند الناس أنه قدم إليه اليوم وما جت الظهر اللي هو مات. لا، الإمام الحسن أيام من واحد صفر يتقلب على الفراش، دخل وهو صائم، بطنه خاوي، جوفه بلا طعام، يعني السم شنه يصير ينتشر، والجو حار قائض وهجير. دخل بأبي وأمي، رأى آنية اللبن، قال إنا لله وإنا إليه راجعون، سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، والعاقبة للمتقين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نظر إليه نظرة ثانية لعلها تعود، لعلها ترجع، قال لن تحظي على ما منيتي به، ما راح يعطونش. وماتت مجنونة، راحت إلى الشام وماتت مجنونة، لم تستفد لا من زواجها، ما زوجت ليزيد وما استفادت من الأموال لأنها أصيبت بالجنون. أخذ مولانا جرعة من ذلك اللبن المسموم، وصل إلى جوفه، أحس بالأمواس والسكاكين في داخلي أحشائه، سقطت الآنية من بين يدي. قام مولانا خطوات لعله يقصد دار الحسين، لما خطى خطوات في داخل الدار وقع على وجهه، أيوة حسنا، حينها تجمع حوله أولاده وبناته وهم ينادون ويصرخون، وأبتا تلك تنادي وحسنا. فلما وصل الصراخ والعويل والبكاء إلى دار الإمام الحسين، حينها كان الحسين يعقب لصلاة العشاء، فسمع الصوت من داخل دار أخي الحسين، وخرج بأبي وأمي حاسر الرأس حاف القدمين مهرولا وهو ينادي، وأخاه وحسنا وابن أمه ووالده، وصل إلى أخي والحسن مغشا علي، أخذه إلى داره بأبي وأمي، أيام يتقلب على الفراش بأبي وأمي وهو يؤن أنين يقطع القلوب. عظم الله أجوركم في هذا اليوم، جاء إلى الإمام بالطبيب، رفع كف الإمام وإذا بها خضراء، كشف الرداء عن قدمي وإذا بها قد ازرورقت واسودت، فقال الطبيب لمولانا الحسين: يا أبا عبد الله، عظم الله أجوركم أجوركم يا سادة يا بني هاشم، يا أبا عبد الله، لقد وصل السم إلى كل أطراف مولانا الحسن، يعني ما يقوم الحسن من هالمرضى. خرج الطبيب، طلب الحسن طشتا كأنما يريد أن يتقيم، جاء له الحسين بالطيش، صار يتقيأ دما بأبي وأمي،
وهو يخرجك بدو قطعتان قطعان. وضع الحسين رأسه بين ركبتي باكيا أخي أبو علي لما لا لي ما لي أراك تبكي؟ قال كيف لا أبكي وأنا أراك بدك فطشتي قطعة قطعة. قال أخي أبا عبد الله لا يوم كيومك يا أبا عبد الله، يوم يزدلف إليك 30,000 ونيف. أنا أقول يوم تقع على الأرض صريعة، أنا أقول يوم يرقى الشمر على صدرك أبو علي، يوم يحز رأسك أبو علي، يوم يرفع رأسك على سنان طويل. أمر الحسين أن لا يدخل أحد عليهم بينما هم كذلك. وإذا أنا ما قرأت المصيبة، الآن المصيبة الآن يا مؤمن اللي عند الدمعة وحابسنها الآن يطلعها. وإذا الباب يطرق، ألم نقل لكم لا تدخلوا أحدا؟ لا، الباب لا زال يطرق، مو راضي يرجع. ارجعوا من حيث أتيتم، الحسن لا يتحمل أن يرى أحد. لا، الباب لا زال يطرق. يسمعون نحيب متقطع، ها عرفتوها لو ما عرفتوها؟ أخي أبو علي، هذا صوت أختنا زينب. قوم قوم افتح الباب. لكن أبو علي غطي الطشت كي لا تراه زينب، ما أتحمل أشوف دمعتها. فقال الزينب من خلف الباب أخي أبا عبد الله لا تغطي الطشت، أخبرتني أمي فاطمة أن الزمان سيريك يا زينب طشتين، طشت فيه كبد أخيك مقطعا، وطشت فيه رأس أخيك الحسين. دخلت وإذا بالحسن زاد أنينه وعرق جبينه، وأدى يديه تجمع أهل بيته، أوصاهم بوصاياه وأوصى الحسين أن لا تسكب مقدار محجمة في دفنه. بينما الحسن كذلك مأجورين يا بني هاشم، وإذا به زاد أنينه وعرق جبينه، وأسبل يديه ومد رجليه، وفاضت روحه الطاهرة أيمن مناد وإماما، أيمن مناد وسيدا. وقف الزينب تنادي تخاطب الزهرة هاليوم، يقول لها نوحي على الأولاد يا زهرة الحزينة، في كربلاء واحد واحد في المدينة، أويلي وتفرقوا عنك وصار الشمل تبدد، واحد من جعد قضى واحد من زيد، واحد دفن عندك واحد عنك بعيد، قبر الحسن عندك وقبر حسين وين؟ حطوا يا زهر اليوم في دارك عزية، بالدار ناصبة غريب الغاضرية، وانتي يا زهرة بالصفا مختفية، ليتك يا زهرة اليوم حالة تنظرينه
أوالي أوالي ليتش تشوفين الحسن في صدر الحسين مسند بصدره ويهمل مدمع العين والكل منهم قبض الثاني باليدين ويقول أمر قدر الباري علي. تجاوب الزهر لما تجاوب ترد على زينب لا مات من داخل القبر حن وحنين وصوت نشيج والحزن معتلي وتريدك تجاوبها والله يرزقنا زيارة الحسن إن شاء الله. والمفترض اليوم المشاية إلى قبر الحسن. اسمع اسمع الجواب وانت تحفظ الرد. قالت حسن يا حسين يا ولادي عليكم ذا يا بفادي لنوحا ودمع بادي وياي وعليكم لاجذب وعليكم لاجذب الوان واحد مات في داره واحد جاتني اخباره وحوش البار زواره وعليكم وعليكم لاج. اسمع 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 الخيال والحسين عند القبر الشريف يودع الحسن. الله يساعد قلبك ابو علي. سوى الله يرحم ابو يوسف يقول تخان صر على قبر العضيد يعلم الله تخان صر على قبر العضيد يعلم الله احزان قلب يوم صاح داعة الله هذا يا خويا اللي علينا قدر الله سمك وذبحي من قبل تكوين لوجو قلبي شطار نصين قلب شطار نصين راح الحسن ياه من مبلغ المصطفى والطهر فاطمة أن الحسين دما يبكي. أسألك اللهم أحسن عليك بأحب الخلق إليك محمد وآل محمد شافي كل مريض رد كل غريب فرج عن كل مهموم ومغموم آمنا في أوطاننا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا أقطع أيدي الظلمة أن تصل إلينا يا كريم. المؤسسين والحاضرين من شرف حضور مجلسنا هذا احفظهم في أنفسهم وأهليهم وذويهم ومن يلوذ بهم يا كريم والفاتحة إلى أرواح موتاهم مع الصلوات.